تقارير قالت انه اسلام جابر قد يكون اول الراحلين عن كتيبه كارتيرون في الفتره اللي جايه. الجهاز الفني للزمالك بقياده باتريس كارتيرون ابتدى يحط بعض اللعيبه اللي ممكن يوافق على رحيلهم سواء على سبيل الاعاره او على سبيل البيع النهائي، وعلى راسهم جه اسلام جابر محليا يعني، او اللعيبه المصريه يعني اسلام جابر. وزي ما قلت لكم انه بعض الاسامي طبعا زي حمزه المسلوسي وزي حميد احداد برضو على قائمه الراحلين من نادي الزمالك. كل دي تقارير عشان ما حدش يرجع يقول انتوا ازاي بتقولوا بدري كده ولسه بدري والموسم وحاجات كده. كارتيرون نفسه طلع وقال انه لما بيشرك لعيب حتى لو هو مش مقتنع بيه فده بسبب انه في اجهاد وفي اصابات وفي روتيشن لازم يحصل، وبالتالي اي لعيب موجود في القائمه حتى لو درجه قناعته بيه قليله شويه بيستعين بيه في التشكيل الاساسيه. فما فيش مشكله خاص ان هو يكون مش مقتنع بواحد زي حمزه المسلوسي مثلا، لكن تلاقيه اساسي في اخر مباراتين ثلاثه للزمالك. في كلام كمان على رغبه في نادي الزمالك لعوده النجم محمد ابراهيم. كلام كتير دار في الفتره اللي فاتت جوه نادي الزمالك على انه وليه لا محمد ابراهيم ابن الزمالك النجم اللي يعني كان موجود في الزمالك على فترات طويله وخرج بره الزمالك، تألق مع مصر المقاصه ثم بيتألق ايضا مع سيراميكا كليوباترا، وليه لا ما يكونش موجود في مكان ما فيهوش غير يوسف ابراهيم اوباما اللي بعض من جمهور نادي الزمالك او كتير من جمهور نادي الزمالك زعلانين من مستواه او تذبذب مستواه. وده برضو اتكلمنا فيه ساعه لما كنا بنتكلم مع حضراتكم على قائمه اللعيبه اللي ممكن تنضم لكتيبه حسين البدري في المعسكر اللي فات. اتكلمت مع حضراتكم على اوباما بانه مش كونسيستنت، مش ثابت المستوى، يدي لك ماتش 9 من 10 وبعدين يدي لك ماتشين 3 من 10 وبعدين يدي لك ماتش 6 من 10 وبعدين يرجع يدي لك ماتش 1 من 10 وهكذا. اللعيبه اللي زي دي في العالم ما بيكونش ليها مكان في المستوى الاي كلاس او في الانديه الاي كلاس. ففي كلام كتير قوي على انه محمد ابراهيم مهم انه يكون موجود في الزمالك علشان يبقى في الحته دي جرس انذار، اي واحد فيهم ينام شويه فيحس ان في واحد يعني قاعد له بره وممكن جدا في اي لحظه يكون موجود. فخلينا نستنى ونشوف، لكن دي تقارير وقويه الحقيقه من مصادر قويه جوه نادي الزمالك بانه محمد ابراهيم قد يكون صفقه من صفقات الزمالك في الصيف اللي جاي.